على الريد كاربت مر كل الحضور يلي قدرت أعدادهم بالمئات، وذلك للانضمام للحفل السنوي الثالث يلي أقامته المدرسة الأكاديمية الدولية في دبوق. والله اليوم إحنا كتير متحمسين، يعني هذا حفلنا السنوي منكون نحضر له طول السنة. السنة الثالثة على التوالي منعمل الحفل اللي هو منذ تأسيس الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية اللي انبثقت عنها فرقة أبناء الجبال The Highlanders. اليوم الثيم للحفلة اسمها The Highlanders Return of the Knights، عودة الفرسان. بكل حماس وشوق توافد الحضور ليتابعوا كل جديد عن الأكاديمية الدولية يلي كانت معنية بتكريم فرقة أبناء الجبال، وتم أيضا توزيع أول قاموس عربي شركسي بيحتوي على 5000 كلمة مترجمة. سناء، اليوم أنت موجودة بحفل للشراكس، هذا شيء شو بيعنيكم؟ والله هذا بيعني لنا إشي كتير، لأنه هاي الحفلة مستناها كل سنة، حتى ياريت بالسنة أكتر من مرة يساووها، وهنا نشيطين ما شاء الله عليهم، والحلو فيهم انهم بيستقطبوا المجتمع بشكل عام. الاحتفال اللي موجود اليوم حقيقة هذا بعتبره الأكاديمية بتعتبره واجب من واجباتها لتمثيل الأردن ثقافيا، خير تمثيل وينطي الصورة الحسنة والصورة الطيبة عن الأردن والتعايش بين أبناء الشعب الأردني. الحفل بيبرز هالمرة أهم المنجزات يلي حققتها الأكاديمية، وخصوصا فيما يتعلق بالنشاطات الشبابية يلي تلخصت على شكل 10 رقصات شركسية جديدة قدمتها فرقة أبناء الجبال. فلسفة فرقة أبناء الجبال هي تقديم الفلكلور الشركسي يلي حافظ عليه الشراكسة في الأردن من التغيير والضياع. رائدة حمراء، برنامج دنيا يا دنيا، عمان. We'll be right back.